اهلا بحضراتكم من جديد. يوم السبت اللي فات اجريت انتخابات او جمال عموميه للجنه الحاده، انا اسف، اللجنه البارالمبيه المصريه، وشهدت منافسه شرسه ما بين الدكتور حسام الدين مصطفى ودكتور حياه خطاب رئيس اللجنه البارالمبيه السابقه. وكانت كلمه الجمال العموميه طبعا للثقه للدكتور حسام، واكيد اللجنه البارالمبيه ليها طموحات واحلام. بس في البدايه لازم نرحب بضيفنا الدكتور حسام الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، والف مليون مبروك تكليف وتشريف من الجمال العمومية، ان شاء الله انت قدها دكتور باذن الله. الله يبارك فيك، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونحقق اللي احنا بنحلم بيه ان شاء الله باذن الله. دكتور، يمكن حضرتك توليت المهمه دي قبل كده. توليت المهمه دي في سنه 2012. نعم، من 12 16 صح ولا انا غلطان؟ 12 17. انا جيت من في ابريل 2012 لغايه بعد دوره لندن، كان في مشاكل في ذاك الوقت. فابتديت، فهم يعني كان وقتها اللجنه بالتعيين، ما كانش بالانتخاب. صحيح. فيعني وزاره الشباب كلفتني في ذاك الوقت ان انا امسك رئيس اللجنه، علشان كان داخلين على دوره لندن. نعم. وكان في شويه مشاكل، فالحمد لله عدينا المشاكل وحققنا في وقتها 15 ميداليه. بسم الله ما شاء الله. وكان انا فاكر كان حاجه رقم قياسي، وكان جبنا اربعه ذهب، اربعه فضه، و سبعة برونز. يعني بصراحة كان إنجاز كبير، وأكيد من الخبرات أنت كنت يعني عارف الدنيا وشايفها، فبتهيألي المهمة المرة دي هتبقى أسهل، لأن أنت كنت موجود وشايف الدنيا من جوه شكلها. احنا نطمع إنها تبقى أسهل، لكن هي طبعا في شغل كتير جدا المفروض هيتعمل الفترة اللي جاية، ويعني وعايز مجهود كبير. طب خليني طبعا انا احب اخد الموضوع بالتدريج. انا قطعتك ليه؟ لان انا مش عايز اخش في الـ في الـ في الجد على طول. عايز اخدها واحده واحده. هو امتى اتولد عند حضرتك الفكره، او يعني قفزت الفكره لدماغ حضرتك او ذهن حضرتك ان انت تخوض الانتخابات؟ هو الفكره كلها انه في كتير يعني في الفتره الاخيره كلموني علشان اتولى يعني او اخوض الانتخابات بتاعت اللجنه البارالمبيه. كتير مقربين ولا كتير؟ كتير من اللعيبه، من المدربين، من الاداريين، من الوسط نفسه. ممتاز. وخصوصا بعد النتائج اللي حصلت في دوري طوكيو، وكان هم عندهم امال انه النتائج دي تبقى احسن. صحيح. من كده يعني، خاصه احنا حققنا 15 ميداليه يعني في لندن. بالظبط. وكان في ريو دي جانيرو برضو كان النتائج جايبين 12 ميداليه. فالناس قالوا والله احنا عايزين يبقى في نوع من انواع التغيير. ده شجعك؟ فده شجعك. شجعك، وخصوصا ان انا يعني الحمد لله عندي من تراكم الخبرات القديمه. والواحد بيبقى عنده الموتيفيشن ان هو يشتغل في العمل التطوعي. فعشان كده قلت لهم اوكي، انا يعني هقبل المره دي ان انا اترشح، وربنا يسهل ويوفقنا. طب حضرتك بدات ازاي تتواصل مع الجمعيه العموميه؟ يعني انت عند حضرتك 10 اتحادات على ما اتذكر. يعني عندنا 11 اتحاد. انا اصلا رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكره الطايره من 2017. علاقتي بالوسط الرياضي علاقه قديمه من التسعينات. انا كنت عضو مجلس اداره نادي القاهره، ثم نائب رئيس، ثم رئيس، ثم سكرتير عام اللجنه البارالمبيه، طبعا اسم كبير يا دكتور. طبعا اكيد في الاول انت حضرتك طبيب بشري. بالظبط كده. وعندي علاقات كويسه مع فمش غريب على الوسط طبعا. فابتدينا نتكلم ونطرح برنامج معين، ونقول يا جماعه احنا عايزين نعمل البرنامج ده، احنا بنكمل المسيره بتاعت الناس اللي موجودين والناس اللي سبقونا، واحنا عايزين نحقق نتائج كويسه على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. وحطينا برنامج وحطينا خطه. المجموعه اللي كانت نازله معايا كانت مجموعه متميزه وممتازه. حضرتك اخترت قائمه يا كابتن في الانتخاب؟ اخترنا قائمه وناس من تخصصات مختلفه ومن اعاقات مختلفه، واقتنعوا بالبرنامج اللي احنا عملناه، وربنا يوفقنا ونقدر ننفذه يعني. وطبعا شفناه كله ان قائمتك بالكامل نجحت، مع يعني ما عدا الاستاذ محمد يحيى ما كانش من قائمه حضرتك. الاستاذ محمد يحيى طبعا صديق عزيز من زمان، يعني من ايه اكتر من 10 15 سنه، وطبعا وجوده معانا يعني اكيد هيضيف فاليو كتير، هيضيف قيمه كبيره جدا بالنسبه لنا، لان هو برضو خد خبرات كتيره في الفتره اللي فاتت، بالاضافه انه طبعا موقعه في مجال الصحافه اكيد هيبقى له ميزه كويسه او بنفيت كويسه قوي. جميله الروح اللي حضرتك بادئ بيها، وجميله ان حضرتك مدي ايدك للجميع وعايز تشتغل، وهدفك هو يعني ميداليات لمصر وفوز لمصر وترتيب البيت واشراف على الاتحادات بشكل جيد. يعني جميل الروح اللي حضرتك داخل بيها دي يا دكتور. الحمد لله. طبعا انا يعني تربطني علاقه طيبه جدا حتى بالدكتوره حياه خطاب، ست جميله وعملت مجهود كويس في الفتره اللي فاتت،
وبرده كل اعضاء مجلس الاداره اللي لم يوفقوا برده علاقتي بيهم ممتازه، واحنا قلنا لهم احنا مش هنسيبكم، احنا لازم نستفيد بخبراتكم، واحنا بنشتغل از عيله واحده يعني، ما احناش فيش تنافس يعني، بل بالعكس احنا كل من هيضيف في المجال هنرحب بيه اكيد يعني. يعني حاجه بدايه مبشره يعني، دايما لما بنلاقي البدايات يعني غير كده، بخليني ما اقولش يعني تفاصيل اكتر او يعني امور تانية، ولكن بتبقى ان اللي مسك بيرحب باستفاده بكل الاسره، تبقى حاجه كويسه، غير لما بتدي البدايه باقصاء الجميع وانه لا انا مش انا اللي بفهم وانا اللي هعمل كل حاجه، بتبقى بدايه بيظنها البعض انها بتبقى يعني هي دي يعني البدايات الجيده، ولكن بالعكس اللي حضرتك بتقوله ده هو بدايه المشوار الاكيد اللي ان شاء الله كله نجاح يعني. احنا مش بنبص لورا، احنا بنبص لقدام، واي حد هيشتغل معانا وهيحط ايديه في ايدينا هنرحب بيه اكيد 100%. نعم، ودي لقطات من الجمعيه العموميه كانت يوم الاحد اللي فات، هي اجريت في مقر اللجنه البارالمبيه المصريه. مظبوط. بجانب حمام السباحه، دي صوره قديمه مع معالي الوزير عمرو فاروق، ودي قديمه لحضرتك. طب دي برضو في الجمعيه العموميه. طب كابتن خليني اقول ان هو نخش بقى على تقييم الوضع. انت دلوقتي عندك 11 اتحاد، 11 اتحاد تقريبا اغلبهم بيشارك في الاولمبياد. شايف الوضع ايه؟ تقييم الوضع قبل ما نروح لخطتك، انت مقيم الوضع ازاي؟ هو بصراحه يعني احنا في خلال الفتره اللي فاتت وفي خلال يومين اللي ابتدينا اللي بعد النتيجه بعد الانتخابات مباشره، ابتدينا نعمل حاجه بيسموها كده تحليل للفجوه. بالظبط. يعني احنا بنعمل حاجه بيسموها جاب اناليسيس، وشفنا طبعا في اريا فيها محتاجه انها تبقى يعني نقويها يعني. اللي هي؟ اللي اول حاجه انه الكوادر، يعني كوادر مؤهله تشتغل في هذا المجال، كوادر يعني عددها محدود جدا. يعني المدخل بتاع الرياضات البارالمبيه هو التصنيف، احنا العدد المصنفين اللي بيشتغلوا في هذا المجال لا يتعدى 2-3 المؤهلين. خبر ابيض، احنا عندنا عدد قليل جدا، مصر ليها كوادر 15 رياضه بارالمبيه، فتخيل 15 رياضه بارالمبيه بس بيشتغل في مجال التصنيف او 2 أو 3، فمعناها انه النهارده لو انا بصنف اللاعب تصنيف خطا هيوديني في نتيجه غلط، لو انا بصنف اللاعب تصنيف صح هيوديني نتيجه صح، بالاضافه لعداله المنافسه. فالنهارده لو انا التصنيف هو المدخل بتاع الرياضات البارالمبيه، خلي بال حضرتك، انا اسف انا بقطع حضرتك، بس موضوع التصنيف ده مهم جدا، لانه التصنيف على حجم الاصابه او حجم الاعاقه اللي هي بتتعرض ليها، فانت محتاج اللي يقدر يقيم هو يقدر يلعب في اي ليفل، لان طبعا اللي اعرف ان هي ليفلات الاصابه بالزبط. او الاعاقه بتبقى ليفلات. طب التصنيف ده هتعمل فيه ايه؟ احنا بقى يعني ابتدينا نفكر ان احنا نعمل حاجه اسمها الاكاديميه البارالمبيه المصريه. نعم. نربطها مع الاكاديميه العالميه في اللجنه البارالمبيه الدوليه. طلبت منهم دعم يا دكتور او هتطلب دعم؟ اكيد يعني انا برضو يعني الاول لان احنا بنحط المشروع، واوريدي المشروع احنا يعني مجهزينه قبل الانتخابات. نعم. والمشروع جاهز انه النهارده بالموازنه بتاعته، وهنبتدي نتواصل مع اللجنه البارالمبيه الدوليه علشان نبتدي نعمل نوع من انواع التعاون او بروتوكول التعاون معاهم، بالاضافه طبعا ان احنا هنتعاون مع الاكاديميه الاولمبيه في مصر، هنتعاون مع كليات التربيه الرياضيه، هنتعاون مع مديريات الشباب والرياضه، هنتعاون مع الجامعات، بعض الجامعات الامريكيه زي مثلا جورج ستيت يونيفرستي. جميل. ده هنعمل الكلام ده، هيبقى فيه منهج واضح لتأهيل مش بس المصنفين، مصنفين ومدربين واداريين كوادر كلها والحكام كلها في الكوادر دي، بمنهج محدد على مدار السنه. هتبقى الاكاديميه يعني هيبقى لها، اعتقد انه هيبقى لها هي هتبقى هي الفريده من نوعها في مجال في منطقه الشرق الاوسط. نعم كويس. يعني طب الفكره دي ازاي يعني تولدت لحضرتك ان انت تستعين؟ لان دي اول مره بصراحه اسمع ده، انه 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 في الرياضه البارالمبيه ابتدي استعيد بالخبرات الخارجيه، يعني اول مره اسمع الفكر ده او الاتجاه ده. هو كان ده من الاحلام بتاعتي سنه 2012، بس انا بعد ما خدت دوره لندن انا للاسف سافرت وما كملناش المشروع يعني. فلما رجعت اما يعني توليت العمل مره ثانيه قلت لا لازم نحيي الفكره،
فالمشروع جاهز. اتكلمت مع سعادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وهو قبل الانتخابات ولا بعد؟ لا بعد الانتخابات. واتكلمت مع برضه المهندس هشام حطب علشان نقدر نعمل نوع من انواع التعاون ما بين الاكاديميه الاولمبيه والاكاديميه البارالمبيه. يبقى هنا المناهج الموجوده في الاكاديميه الاولمبيه تدرس هنا، نحط عليها بس الحاجات اللي تخص اللي تخص الرياضات البارالمبيه. طيب معناها مش هناخد وقت طويل عشان نقدر نعمل الكلام. طب ليه اخترت الجامعه اللي حضرتك قلت عليها؟ ليه الجامعه دي؟ لان احنا كان عندنا بروتوكول تعاون معاها من زمان، وكان في بيننا وبينهم نوع من انواع البرامج التبادل. هي جامعه ايه تاني؟ جامعه جورجيا ستيت يونيفرسيتي. جورجيا وفي كينيساوي ستيت يونيفرسيتي، دول كنا عاملين عليهم برامج من يمكن 2009 2008. دي الزياره اللي حضرتك تبادلت فيها الحوار مع دكتور اشرف صبحي. بالظبط. بعد ما حضرتك نلت شرف طبعا ثقه الجامعه العموميه، كان في اجتماع ثاني يوم الاثنين. بالظبط كده. فاحنا عندنا ان شاء الله الجامعتين دول يا دكتور متفوقين في وهم احنا عملنا معاهم برامج كتيره من زمان، وكان في بيسموها سكولرشيب، كنا بنبعت ناس هناك. بس الموضوع للاسف توقف خلال الفتره اللي فاتت دي. لا توقف في العشر سنين يعني. 10 سنين مش ده كورونا اخر حلقه يعني. إنما ده لكن هو دلوقتي احنا يعني علاقتي القديمه معاهم، هم الناس مستعدين يتعاونوا معانا في الموضوع ده ويساعدونا بشكل كبير. والسكولرشيب هتبقى دراسيه يعني، ممكن تبقى هل دراسه جامعيه ولا دراسات عليا؟ لا، دراسات بتاخد الكورسز على قد الـ 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 التاهيل اللي انت يعني انت هتاهل المصنف ليه بس باثوي يعني، ليه ممر عشان يتاهل منه يبقى مصنف محلي ثم مصنف اقليمي ثم قاري ثم دولي. راح ياخد الميجور ده او ياخد الكورس ده عشان يتاهل منه. بالظبط. فهتبقى زي سكولرشيب، بس اكيد محتاج دعم من الدوله طبعا يعني بعض الامور دي. هل دكتور اشرف صبحي اعلن يعني طبعا الدكتور اشرف صبحي قال لك انا داعم ليكوا بنسبه كبيره جدا، يعني دعم غير محدود. بس احنا برضو مش بنبص للدعم الحكومي، احنا بنبص ازاي نعمل عندنا سبونسر شيب، ازاي نمول تمويل ذاتي، ما يبقاش احنا يعني كل حاجه بنركن على الحكومه. لا بالعكس، احنا عايزين نشيل شويه العبء من على القطاع الحكومي. تحدي جديد، انت بتفتح على نفسك تحدي جديد. فاحنا بس يعني ودي التجارب السابقه عملنا كده يعني، التجارب السابقه في اللجنه البارالمبيه زمان قدرت يعني تجيب تمويل. قدرنا طبعا، كنا بنجيب تمويل كويس قوي، وكانت اللجنه فيها فلوس كويس قوي يعني زمان. مش عايز لا ان شاء الله يعني. مش هننقي من الاول يعني، بس ربنا ييسر. بس طبعا يعني حضرتك يعني انا فهمت حضرتك ماشي في طريقين حلوين جدا لغايه دلوقتي. احنا من الاستراتيجيه، اسمح لي ان انا يعني الخصهم. المسار او المسار الاول هو الناحيه العلميه والاكاديميه واعداد الكوادر. تمام. ابتديت من الناحيه العلميه، وبعد كده هننتقل للناحيه العمليه. تمام. ازاي نقدر نكسب كوادرنا في كل شيء، سواء لعيبه، اداريين، مدربين. تمام. حتى في التصنيف. الناحيه الثانيه هو اقتصادي ومالي، ازاي تقدر توفر التمويل لده. هو احنا طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا حطيناها في البرنامج ان احنا ازاي نعمل حاجه اسمها باقه للرعايه للرياضات البارالمبيه المجتمعه. ممتاز. يعني النهارده نجمع كل الرياضات البارالمبيه ونعمل حاجه اسمها بيسموها باقه، ازاي نبيعها، ازاي نسوقها، وازاي نبيعها. المنتج بتاعنا منتج كويس قوي، بس المنتج بتاعنا للاسف عايز يتلمع ويبان للناس علشان النهارده الناس تسوق، يعني نقدر نسوقه. فمن ضمن البرنامج بتاعنا ان احنا يبقى في تعاون بيننا وبين كل الاتحادات خلاص في الرياضات البارالمبيه، ونعمل حاجه اسمها باقه للرعايه نقدر نبيع المنتج كله وبعدين نوزع الحقوق الرعايه كل واحد لوحده. بالظبط. بالظبط. فده هيجيب اعتقد انه هيجيب فاليو اكتر، فيجيب انكم اكتر. بالظبط. وساعتها نقدر نوزع الرعايه دي على الرياضات طبقا لضوابط معينه بيتفق عليها. اكيد. يعني عايز اعرف من حضرتك ولكن بعد الفاصل، ازاي تقدر تجتذب؟ احنا دلوقتي عصر الدوله بتدي اهتمام كبير لاصحاب الهمم وفي كل الاتجاهات، فاكيد ده هيساعد حضرتك ان انت تجتذب مجموعه من اللاعبين وتفتح لهم طبعا مجالات. خلينا نسمع رد حضرتك ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع عشان نرجع نكمل كلامنا مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه المصريه البارالمبيه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه، واللي فاز في الانتخابات منذ ايام الحقيقه، والمسؤوليه كبيره والتحدي اكبر. وكنا بنتكلم قبل الفاصل يا دكتور عن الدوله المصريه دلوقتي بتولى اهتمام كبير جدا باصحاب الهمم، واهتمام غير مسبوق الحقيقه، يمكن مش شفناهوش قبل كده. فاكيد ده مشجع حضرتك. اكيد. عندك رؤيه لهذا الموضوع او الاستفاده يعني لهذا الاتجاه؟ اولا احنا طبعا من ضمن اهدافنا الرئيسيه نشر
رياضه بين كل الاشخاص ذوي الاعاقه في جمهوريه مصر العربيه كلها في كل محافظات. احييك يا دكتور، احييك بجد. وهنبتدي نشتغل يعني مع وزاره الشباب والرياضه في مديريات الشباب والرياضه مع مراكز المعاقين، وكان عندنا اجتماعات النهارده وامبارح ومن ساعه من تاني يوم. شفت بقى، شفت بقى انا معاكم ازاي. والحاجه اللي احنا برضو يعني عملنا فيها برضو مشروع، ان احنا نعمل مشروع حاجه اسمها الدوره البارالمبيه الاهليه. برافو. يعني دوره البارالمبيه هي نشاط محلي، دوره مجمعه لل15 رياضه على غرار الدوره البارالمبيه الدوليه، يبقى فيها تغطيه اعلاميه كويسه جدا، يبقى فيها رعاه بيرعوا البطوله. برافو برافو برافو. يعني بتبقى في مكان كل الناس بتلتقي زي بالظبط الدوره البارالمبيه، فيبقى فيه نوع من انواع التعاون والتعاون. معلش انا اسف يا دكتور، انا محتاج بس ده طبعا تكريم سياده الرئيس. طبعا لابطالنا البارالمبيين. والحقيقه يعني زي ما قلت لحضرتك، اكيد حلم اي رياضي انه ينال شرف التكريم سياده الرئيس. انا شايف ان يعني دي رساله، اشتغلوا وحققوا وانا في ظهركم. اكيد طبعا، واحنا يعني ان شاء الله نكرر الموضوع ده مرارا وتكرارا في الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله يا دكتور باذن الله. حضرتك قلت كلمه حلوه، انا هنشر كل الكلام ده وسط مجتمع. يمكن سياده الرئيس في اكتر من مناسبه بيعظم دور اصحاب الهمم في الناحيه الاجتماعيه، في الناحيه الثقافيه. حضرتك النهارده ماشي في نفس السياسه وعايز تعظم ده بالزبط. طبعا بعد سياسه الدوله في الناحيه الرياضيه. ده حقيقي، ده اللي احنا بنعمله. ويعني كنا بنقترح ان الموضوع ده يبقى ان شاء الله في شهر اكتوبر اللي جاي على هامش احتفالات اكتوبر. وتبقى الموضوع يعني في حفلة افتتاح، في طابور عرض، في نشاط، كل الأنشطة دي أول ناس مرة تشوفها، اللي هي زي الويل تشير، التنس على الكرسي، زي الترياثلون اللي هي ثلاثي بتلعب ازاي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، تنس الطاولة، القوس والسهم، كل ده، كل الرياضات دي اللي الناس ما بتشوفهاش عايزينها تشوفها علشان تجتذب عدد أكبر. بالظبط كده، يعني هيجي لك المئات من إخواتنا أصحاب الهمم عشان يشترك. هو حاسس إنه هيبقى له دور، ده يا جماعة أنا ممكن أجيب لمصر حاجة. بالظبط كده، يعني هو ده اللي إحنا ناويين إن شاء الله نعمله، وابتدينا نخطط ليه، وهنبتدي نبعت يعني استبيان لكل الاتحادات المعنية علشان النهارده نبتدي نشوف عدد المشتركين قد إيه، ونبتدي ننظم الموضوع على العدد المتوقع إنه يشارك. هتبقى بطولة مجمعة موجودة في مكان واحد لمدة 5 أيام، فيها نظام زي نظام الدورات البارالمبية، فيها نظام تصنيف، فيها برنامج للمسابقات معمول بشكل محترف، وإن شاء الله تلقى القبول ويبقى عليها تغطية إعلامية كويسة. وأعتقد إنه هيبقى فيه رعاة كويسين في الموضوع ده، هيزود الدخل بتاع الرياضات الاتحادات، وفي نفس الوقت بيعرف السبونسرز أو الراعي ايه الرياضه بتاعت الرياضه البارالمبيه بس، ويشوفها على الطبيعه. انا بجد احييك يا دكتور، يعني انا مش عايز اقطع حضرتك، لان بجد احييك، لان انت قلت كلمه، اول كلمه، انا هنشر، هشتغل، وده الدور الحقيقي للاتحادات واللجان الاولمبيه، وهي نشر اللعبه. ما بال بحضرتك انه كان دايما نلاقي اصحاب الهمم واصحاب الاعاقه بيبقى دايما الموضوع قليل، تلاقيه هو نادي ولا اتنين اللي بيمارسوا فيه اللعبه. انت النهارده بتقول لهم لا، انا هاجي لكم، انا هنشر اللعبه، هشجع السبونسر وشجع مصر كلها، ان هي اللي عنده طفل من اصحاب الهمم او لاعب او حتى شاب كبير عنده 19 سنه 18 سنه يقدر يبتدي ويقدر يلعب. ده اللي ان شاء الله هنعمله باذن الله. يعني مش هنقف عند يعني حد معين، لا، انا ان شاء الله. وعندنا يعني عندنا اهداف محدده، يعني النهارده عدد اللاعبين كام، احنا عايزين نوصل للعدد ده في خلال 3 سنين اللي كام، فهنعمل زي بيسموها كي بي ايز، يعني النهارده هنقيس المعدل اللي احنا شغالين، احنا ناجحين ولا لا، وقدرنا نجيب الناس دي ولا لا، وقدرنا نجيب الاعاقات المختلفه ولا لا. فده اللي احنا شغالين عليه الفتره دي. انا بكلم طبيب يعني ما شاء الله. بكلم طبيب عارف علمي وشغل علمي طبعا، بيؤمن بالعلم ودوره. وخليني اقول لحضرتك انه اول بند في تعريف دور الهيئات الرياضيه في قانون الرياضه هو نشر اللعبه. تمام. وللاسف غالبيه الاتحادات نسيت هذا الدور، ونسيت ان الاساس هو نشر اللعبه بين الشباب وبين المجتمعات في مصر، بحيث ان انت تجتذب اكبر عدد من الشباب لممارسه الرياضه. وهو ده الجمهوريه الجديده مش بس ان انت بتغير فكر الناس، لا، انت عايز الناس كمان تمارس رياضه. هو في حاجه مهمه، لو كانت الرياضه مهمه بالنسبه للرياضات الاولمبيه
لا هي اساسيه بالنسبه للابطال اللي ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم او ذوي الاعاقه يعني. لانها بتغير من شخصيتهم ورؤيتهم بتخليهم ده بتدمجهم صح. في المجتمع صح. بيبقى منتج بدل ما النهارده هو بيبقى شخص كامل. لا هو مع الدخول في لعب الرياضه بنقدر نعمل له دمج في المجتمع ونقدر نخليه شخصيه منتجه. والنماذج اللي دخلوا في الرياضه بقى اشخاص منتجين يعني كتيره. ولازم النهارده ان احنا نشوف الناس دول اذا قدوه ونقدر يعني نقلده. ده انا عايز اقول لحضرتك ان في بعض الاحيان اصحاب الهمم بيتفوقوا على الاسوياء في كتير من الاحيان. ليه؟ لانه بيبقى صاحب اراده فولاذيه. لانه بيعوم ضد التيار وارادته بتدفعه للامام. اتصور ان اللاعب الاولمبي العادي السوي يعني اللي ما عندوش اي نوع من انواع الاعاقات ما بيبقاش عنده العزيمه دي. ف رؤية ان حضرتك عايز تدمجهم رياضيا في المجتمع ويبقى عندي بدل ما عندي قاعده 1000 لاعب لا انا يبقى عندي 3 و 4000 لاعب بدل ما اجيب 15 ميداليه لا ليه لا لما اخد رقم واحد في العالم ليه ما يبقاش طموحنا كده؟ ده اللي احنا شغالين عليه يعني. طبعا احنا برضو من ضمن الحاجات المهمه اللي هي دوره باريس 2024 واحنا بس الوقت ضيق يا كابتن الوقت قوي بقول للاسف ان الوقت ضيق جدا وعشان كده احنا يعني قلنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نبتدي نشتغل عليها فورا اللي هو الرياضات اللي هتخش الدوره البارالمبيه نظام التاهيل المعسكرات ازاي مقاومات اللي احنا نوفر مقاومات النجاح بالنسبه لكل لعبه من اللعبات المختلفه التعاون مع الاتحادات المختلفه في انهم النهارده يبتدوا نفكر ازاي هنأهله اللاعبين ازاي تدريبهم هيبقى شكله ايه الرعايه هتبقى شكلها ايه كل ده احنا حاطينه في يعني يا دكتور اكبر دليل على كده ان انت حضرتك توليت المسؤوليه يوم الاحد تاني يوم على طول رحت لرفع الاثقال رحت فريق رحت المنتخب رفع الاثقال اللي هو يعني المنتخب الاساسي عندنا في تحقيق الميداليات فده انت بتدي رساله يا جماعه انا جاي اشتغل دي حقيقه والنهارده احنا كنا في زياره للمستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد المصر للتايكوندو في اتحاد التايكوندو عشان هو دول بره تايكوندو وجايبين ميداليتين في دوره طوكيو فاحنا برضو من ضمن ده النهارده ده في رفع الاثقال حضرتك النهارده مع ابطالنا رفع الاثقال ده كان فين يا كابتن؟ ده في المركز الاولمبي في المعادي المركز الاولمبي في المعادي بس المركز الاولمبي في المعادي بقى حاجه 5 نجوم انا ما حضرتوش كده بصراحه دكتور لا اتغير خالص طيب وهنا الصور هنا يا دكتور ده برضو ده استكمال للقاء في المركز الاولمبي كل دي زياره واحده كان في رفع الاثقال اللعيبه اتكلموا معاك في ايه؟ شكوتهم كانت ايه اللعيبه يا كابتن؟ اللعيبه بيدوروا على اول حاجه احنا من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها يعني جاب انه ما فيش مثلا كشف طبي على اللاعبين قبل ما يخشوا، يعني النهارده انت لازم بيعمل حاجه اسمها سكريننج يعني ميديكال سكريننج على اللعيبه قبل ما يدخل نشوف اذا كان هو يصلح ما يصلحش عنده اصابه عنده انيميا عنده اي حاجه طبعا كشف طبي دوري فده للاسف ما كانش موجود فعملنا حاجه اسمها قلنا هنبتدي نعمل لهم سكريننج ميديكال سكريننج ونعمل لكل اللعيب فايل خلاص طبي ده بيريودك مش مرتبط بدوره قبل دوره لا ده بقى كل فتره بتعمله ليه ده هنعمله على طول وبعدين الحاجه الثانيه الرعايه الصحيه بتاعتهم يعني محدوده فالفتره دي هنعمل لهم حاجه اسمها ميديكال انشورنس او تامين طبي عليهم علشان النهارده لو بعد شهر وبعيد حصل اي حاجه يقدر يبقى عنده نتورك من العيادات والمستشفيات يقدر يروحها ما هوش محدد بحاجه محدده حتى لو هو في مروح بيتهم بعد الشهر حصل حاجه يقدر بس ده محتاج تمويل يا دكتور يعني ان شاء يعني كل حاجه يعني بص موضوع الميديكال انشورنس اللي حضرتك بتتكلم عليه ده حاجه عظيمه جدا ودورها كبير ربنا بجد يوفقك تعملها ان شاء الله يعني كنا عاملينها زمان في لندن قبل لندن كمان يعني انت عملتها عملناها قبل لندن وبعدين للاسف برضو وقفت المشروع توقف فاحنا هنرجع تاني نعملها لانها من الحاجات ان اللاعب يبقى حاسس انه سكيورد يعني متامن لو حصل له حاجه في اي وقت يروح فدي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي لازم احنا بنعمل حاجه اسمها بنستثمر في المورد البشري المورد البشري بتاعي هو اللاعب اللي هو بيجيب لي الميداليه لازم ان انا النهارده اوفر له كل المقومات استثمر فيه واوفر له كل المقومات سواء الصحيه النفسيه التدريب الاجهزه الادوات كل حاجه. انا عايز اقول لحضرتك ان اللي بيتفرج علينا دلوقتي من اللعيبه اكيد سعيد جدا. طيب حضرتك قعدت مع لعيبه رفع الاثقال وسمعت شكوتهم الجاب اللي موجوده الميديكال او السكريننج لصحتهم او الكشوفات الدوريه اللي بتعمل ليهم ايه تاني الشكوى اللي كان ليهم؟
هو طبعا يعني هما ماشيين في المعسكر كويس طبعا، بس هو الجهاز مش كامل، الجهاز الفني بتاعهم مش كامل. الجهاز الفني طبعا عشان التمويل، مش يعني كان مش عشان بس التمويل، التمويل مش هو العائق، لانه لان الوزاره بترعى المنتخبات بشكل كبير يعني بتدفع فلوس، لكن هي الفكره كلها ان الجهاز في كان في مشكله قبل من حوالي قبل الانتخابات بحوالي شهر يمكن، فما كانش اللي فيه اللي بيمرنهم واحد بس، فده طبعا الجهاز مش كامل، لازم الجهاز ده يبقى فيه معد بدني، بيشوف مدرب الاحمال، بيشوف معد نفسي، بنشوف الطبيب اللي قاعد معاهم، يعني في جهاز فني متكامل لازم يكون موجود، جهاز فني واداري لازم يكون موجود. طب هل يعني بس مبدئيا انا معجب بحضرتك جدا، ليه؟ الله يخليك، لان حضرتك اتكلمت في امور فنيه، يعني حضرتك رئيس اللجنه البارالمبيه بس وصلت في امور فنيه وهي دي دور اللجنه البارالمبيه، يعني معلش انا اسف، يعني حضرتك دخلت جد شمرت ودخلت مع الاتحادات في المعركه، ما قلتش بقى كل اتحاد ماليش دعوه بقى يا عم كل اتحاد، انا احنا يهمنا ان الاتحاد ينجح، ان الاتحاد ما ينجح نجاح ليه؟ يعني نجاح الاتحاد نجاح للجنه البارالمبيه، نجاح اللعبه نجاح للجنه البارالمبيه، ما احناش داخلين في كومبيتيشن، بالعكس انا يعني يهمني الاتحاد ينجح وينجح ويبقى هو اللي ظاهر وهو اللي عامل المجهود وهو اللي بيتكرم، هو والجهاز والرئيس الاتحاد واعضاء مجلس اداره الاتحاد، لان هم نجاح في الاخر ليك انت كمان المنظومه كلها في الاخر بيصب على الـ على الـ طيب على حضرتك وعدتهم انك كمل لهم الجهاز يا كابتن؟ طبعا يعني يعني قاعدين النهارده كنت قاعدين النهارده في اجتماع في وزاره الشباب والرياضه في موضوع اعداد البطل البارالمبي وتوفير ده مشروع يعني حضرتك لسه بادئ المشروع مشروع ولا؟ ابتدى خلاص واحنا واخدين زي بيسموها كده الضوء الاخضر باي دعم من دكتور اشرف صبحي، هو قال دعم لا غير محدود عشان تجيبوا مدريات. انا عايز اقول لحضرتك انا سعيد جدا بكلام حضرتك دكتور، الله يخليك بجد، لان انا فعلا يعني انا حاسس اني بحلم، ربنا يعني يسهل ونحقق يعني الموضوع ده يعني ان شاء الله. انا اكتر واحد، لان انا كنت حتى في سفرياتي كنت دايما بلازم ابطالنا البارالمبيين في المركز الامي، كنا بنقعد مع بعض وكان دايما اوضنا ومع بعض، فكنت بشوف قد ايه المعاناه اللي بيعانوها بصراحه. بس حضرتك بتتكلم باسلوب علمي، اتمنى ان شاء الله التوفيق ليك، بس خلينا نتكلم برضو في بعض المشاكل الاخرى، يمكن هم اتكلموا مع حضرتك في مشكلتين مهمين، ايه برضو المشاكل المطروحه؟ يعني هو طبعا الجهاز الفني هو يعني برضو يمكن برضو تحديد الاختصاصات، وبرضو انا قلت لهم النهارده لازم تبقوا عارفين اللاعب لاعب والمدرب مدرب والاداري اداري، اللاعب مش عمره ما هيبقى مدرب والمدرب عمره ما هيبقى لاعب خلاص، والمفروض كل واحد ياخد اختصاصه واحنا في لاينز معينه لازم تبقى هنمشي فيها، وهيبقى عندنا شفافيه في التعامل معاكم في اختيار اللاعبين وفي تقييمهم، هيبقى الكلام معايير واضحه محدده للناس كلها، فما فيش لا في وسايط ولا في واحد مفضل عن واحد او واحده مفضله عن واحد، وهم يعني اعتقد انه الكلام ده طبعا اي مقاومات كده هنوفرها لهم. انا كلاعب لما اشوف حضرتك بتتكلم كده كرئيس اللجنه بيبقى في مصداقيه، خلاص هتلاقي كله دخل في التراك بقى، وده يعني انا متوقع كده ان شاء الله يعني كله هيبقى دخل في التراك. طب خلينا نتكلم على دي الوقت، يمكن انت عندك باريس 24، انا بقول يعني الناس بتقول سنتين وخمس شهور، لا انا بقول سنه ونص، لانه احنا في العد اول ما بنخش فاضل ست شهور بيبقى عد تنازلي. هو النظام التأهيلي ابتدى، نظام تأهيل الرياضات ابتدى يعني، فما فيهاش بعدين عندنا نشاط برنامج نشاط دولي الفترة الجاية يعني كبير، علشان النهارده نقدر نوصل لباريس 24. كم اتحاد شارك في طوكيو؟ اللي شارك في طوكيو عندنا من يعني في الرياضات تحت مظلة اللجنة البارالمبية ثلاث رياضات شاركوا، اللي هو ألعاب القوة ورفع الأثقال والسباحة، وبعدين بره اللجنه البارالمبيه شارك البارا تايكوندو اللي هو التايكوندو، وشارك التنس الطاوله. نعم خلاص دول الخمس حاجات اللي شاركوا، وريشه الطايره شاركوا برضو، وريشه الطايره سوري وريشه الطايره شاركوا. يبقى كده احنا بنتكلم في سته يعني النهارده احنا في 11 في 15 رياضه بارالمبيه بالاتحادات، وفي اتحادات جديده عايزه تدخل، يعني النهارده الفروسيه عايز يخش. جميل ممتاز. الفروسيه عندنا ويل تشير باسكت بول، والمفروض عندهم بطوله عالم. ده اللي هم مين؟ اللي هم الويل تشير اللي هو كره السله. كره السله بس هم اتحاد غير مشهر. هو الاتحاد مش مشهر، هي تحت مظله برضه اللجنه، وهم البروسيس بتاعتهم يعني ان شاء الله انا عرفت حضرتك هتعمل جميع عموميه عشان تشهر عشان يعملوا اتحاد، لكن هم عندهم بطوله العالم، هم تاهلوا من افريقيا او من افريقيا ورايحين بطوله العالم في دبي في الامارات ان شاء الله يعني.
اعتقد في شهر 11 اللي هم تحت مظله حضرتك كمان. ما زالوا تحت المظله، وهنشوف ازاي مقاومات ان الاتحاد يشهر ويبقى فيه الكوادر المؤهله اللي تدير هذا الاتحاد بالموارد الماليه بتاعته. فاحنا شغالين في الموضوع ده. هم بقى لهم كتير شغالين يا دكتور، مش قليل. اتحاد السله ده ولا دي اول بطوله افريقيا يخشوها؟ لا هم كره السله على كراسي متحركه ابتدت من زمان، يمكن من سنه 90 89 لما نظمنا دوره الالعاب الافريقيه سنه 91 هنا، اشتركنا بكره السله كراسي متحركه. فدي كانت البدايه، وكانت دي ابتدينا قبلها بسنه او سنتين، وابتدينا بقى مشينا في الموضوع ده لغايه السنه دي. طبعا السله من اللعبات اللي هي مكلفه عشان الكرسي. يعني الكرسي طبعا دلوقتي تكنولوجي، كرسي يبقى شكله ايه، المحاور بتاعت شكلها ايه، الكرسي واللعب يبقى مكون واحد للعبه. يعني اقول لك حاجه يا دكتور، وانا لعيب كره سله، كنت منتخب مصر، انا في لحظه شفت قدامي كان منافسات لكرسي او كره سله الجلوس، قعدت على الكرسي وحاولت، والله يعني قعدت وحاولت اتعامل. الموضوع صعب جدا، لانه انت لازم يبقى السي جي بتاعك او وزنك قدام الكرسي، لازم انت والكرسي حاجه واحده، ودي في منتهى الصعوبه. ايدك، انا يعني خلصت لقيت ايدي كلها منمله. يعني جربت ايه، يعني لعبت كده جيم هزار معاهم مع اصحابي، يعني كانوا بيلعبوا اللعبه، ايديا نملت، لان طبعا انت طول الوقت قاعد بالظبط. الصعوبه ان انت لازم تحرك، الموضوع صعب يعني. فانا اتمنى اللعبه دي تخش، لان هي حتى هي اللعبه اوريدي دخلت، واحنا طبعا برضو من ضمن يعني الـ الاهداف بتاعتنا ان احنا مش نقف عند الليمت ده، لا احنا لازم نطور اللعبه وننشرها. يعني برضه في مشروع، يعني مشروع كامل علشان موضوع كره السله الكراسي المتحركه. تعرف انت ممكن يعمل ربط مع اتحاد السله الاسوياء كمان، ممكن يبقى في مباريات دي قبل دي. ممكن يعني طبعا دي هتبقى يعني فيها طبعا اكسبوجر كويس لو هم لعبوا مباراه قبل فالناس تتفرج عليها وتبقى فيها. يعني لو مثلا لو في ماتش اهلي واتحاد وعملوا مباراه لكره السله، اتصور هتبقى حاجه حلوه. نفس الكلام، يبقى في ربط ما بين اللجان الاولمبيه والبارالمبيه، هتبقى شغل كويس جدا ان شاء الله. يعني انا بدي حاجه افكار يعني. لا كلامك طبعا يعني ممتاز، وان شاء الله نقدر نعمل كده باذن الله يعني. ان شاء الله. طب خلينا اتكلم عن المستوى المحلي اكتر يا دكتور. انا عشان انشر اللعبه لازم يبقى عندي ادوات، تولز اقدر انشر بيها اللعبه. مظبوط. لازم يكون عندي انديه، مراكز الشباب. هل هتستهدف البدايه الانديه ولا هتستهدف الاول مراكز الشباب؟ احنا الاستراكشر او للاسف يا دكتور دي مشاركه منتخب مصر كره السله اللي خد بطوله افريقيا جلوس، يمكن كانت دي من شهر تقريبا يعني. ما شاء الله ابطال، نهايه تشرفت ابطال يعني. والله يعني ان شاء الله نعمل لهم حلقه كويسه جدا اكيد ان شاء الله. ماشي يا دكتور، التولز بتاعتك هل هتبتدي بمراكز الشباب الانديه؟ هو احنا اوريدي موجود في اللجنه في الوقت الحالي 54 نادي بيلعبوا رياضات البارالمبي، بالاضافه اللي عندنا حوالي كمان زيهم حوالي 54 هيئه بيلعبوا كره قدم للصم. ممتاز. خلاص، فاحنا اوريدي موجود عندنا يعني حوالي 100 وشويه 108 نادي موجودين او هيئه موجودين. بالاضافه انه وزاره الشباب عامله مشروع اسمه مراكز المعاقين على مستوى الجمهوريه في كل مديريات الشباب والرياضه. ممتاز. فده سورس كويس جدا اللي نقدر نتعاون فيه معاهم، ونقدر ننشر اللعبه وناخد منهم العناصر اللي تنفع في الرياضات المختلفه. طب يعني برضو يعني اسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. مراكز الشباب، مراكز الشباب بالالاف يعني، ممكن دي تبقى اداه من الادوات في وقت الدكتور اشرف صبحي مدي لحضراتكم دعم غير محدود. برضو احب اسمع اجابه حضرتك، ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه. اماله وطموحاته نشر اللعبه وميداليات، مزيد ميداليات الاولمبيه لمصر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه واللي فاز في الانتخابات منذ ايام. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ادواتك لنشر اللعبه او الالعاب البارالمبيه في جموع محافظات مصر. هو طبعا الحمد لله في بيسموها انفراستراكشر موجوده تبع وزاره الشباب والرياضه، اللي هي المراكز المعاقين اللي تبع الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه اللي بترأسها الدكتوره سونيا. وبرده كنا عاملين معاها اجتماع النهارده علشان ازاي نقدر نتعاون في موضوع مراكز المعاقين. وهم كم مركز على مستوى الجمهوريه يا كابتن؟ هم عندهم حوالي يعني 47 مركز على مستوى الجمهوريه. ما شاء الله، تقريبا في كل محافظه 2 تقريبا. فهو هي طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي هنتعاون فيها مع وزاره الشباب، ومع بالذات مع الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه الدكتوره سونيا بتراسها.
هنبقى في مشروع مع بعض، وابتدينا النهارده نبتدي نتكلم في الموضوع ده. يعني احنا يا دوبك الانتخابات خلصت، بس احنا دخلنا نتعرف على بعض بس دخلنا ودخلنا في محاور كتيره علشان نقدر. شايفين الوقت لسه وقت ضيق جدا يعني، وعايزين نخلص في اسرع وقت، عايزين نبتدي نشتغل في اسرع وقت. فابتدينا نتكلم فيه النهارده، وهي طبعا الدكتوره سونيا يعني ست ممتازه، يعني هتتعاون معانا وهنتعاون معاها علشان نقدر نحقق الكلام ده وننشر كمان الرياضات البارالمبيه في كل المحافظات عن طريق مديريات شباب الرياضه وعن طريق المراكز اللي هم بيشرفوا عليها. طب قول لي يا كابتن، حضرتك قعدت مع الاتحادات المختلفه اللي طبعا تتبع لحضرتك، اتناقشت معاهم في خططهم، اتناقشت معاهم هل في البادجت اللي هم طالبينها او زي ما بيقولوا الميزانيه اللي محتاجينها حتى باريس 2024؟ يعني دخلت في الموضوع ده، انا اسف يعني الموضوع ضيق، بس احنا مستعجلين. احنا لسه طبعا ما بقناش يومين، لكن احنا ابتدينا حتى كوند النهارده ابتدينا نفتح الحوار معاهم، وهنبتدي الكلام ده مع كل الاتحادات علشان نوصل في النهايه ان احنا نشتغل از فريق عمل واحد لصالح الرياضه في مصر، وعشان نقدر نجيب ميداليات ويبقى عندنا تارجت معين او هدف معين. احنا عايزين نحقق كام ميداليه من النهارده؟ برافو. فاحنا بنشتغل على اساس نحط زي بقول تارجت معين خلاص، وازاي هنوصل. كل الاتحادات الاولمبيه او البارالمبيه كلهم ناس متعاونين جدا وعايزين يعملوا حاجه للرياضه اللي هم مسؤولين عنها. احنا كل اللي هنعملها ان احنا هنديهم الدعم، نوفر لهم المقومات اللي هم عايزينها، الخبرات اللي طالبينها، هنساعدهم في موضوع تطبيق حاجه اسمها الميديكال كود، الكود الطبي، تطبيق حاجه اسمها الكود التصنيف. هنشتغل معاهم على موضوع برضو الكود المنشطات علشان النهارده المنشطات موضوع مفاجئ، وموضوع بيبقى للاسف ممكن يجي لك من يعني زي ما بيقولوا يعني في مقتل زي ما بيقولوا قبل البطولات، فلازم اكيد حضرتك ليك رؤيه في الموضوع. هو النهارده في اللجنه البارالمبيه الدوليه عامله اكواد معينه، خلاص لازم كل لجنه بارالمبيه هي تطبق الاكواد دي. فاحنا الاكواد دي اوريدي عندنا، هنبعتها لكل الاتحادات المختلفه وهنساعدهم لتطبيق الكود ده. وهل الاكواد دي هي نفس الاكواد بتاعت الاولمبيه العاديه؟ لا طبعا في الكود الطبي ممكن بس في تعديلات بتخص الاشخاص ذوي الاعاقه، لان في اعاقات بتحتاج أدوية معينة أو رعاية بشكل أو آخر. الكود المنشطات تقريبا واحد، مفيش فرق. الوادة نادو على كل الرياضات. الحاجة الوحيدة اللي هي مختلفة عن الرياضات الأولمبية هو التصنيف، الكود التصنيف. هم حاطين في كود التصنيف حاجة اسمها الاستراتيجية التصنيف المحلي، أو اللي بيسموها ناشونال كلاسيفيكيشن استراتيجي، وإزاي النهاردة يبقى عندك مصنفين في كل حتة في مصر، وإزاي النهاردة تتفادى الأخطاء اللي بتحصل من التصنيف، وازاي النهارده اللاعب يستفيد من التصنيف المظبوط علشان يقدر يشارك في البطولات المختلفه، سواء كان على المستوى المحلي سواء كان على المستوى الدولي. يمكن انا كنت قريت خبر يعني من يومين ان الواد هتعمل هنا زي مؤتمر او هتعمل هنا زي اجتماع، يمكن اول مره تعمل حاجه زي كده في اي دوله افريقيه، سمعت حاجه زي كده. واكيد يعني وجهتها لما تيجي مصر يبقى اكيد شايفه ان مصر قطعت شوط كبير في مكافحه المنشطات. طبعا هو في طبعا هنا النادو اللي هي المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، وطبعا في احنا يعني هم بنتعاون معاهم بشكل مباشر، واحنا بنطلب ان احنا نعمل السكريننج ده من وقت للتاني علشان نتفادى، بالاضافه ان احنا بنعمل يعني عمليه توعيه، ما حدش ياخد ادويه، بنمرنهم بنعلمهم علشان ما حدش يروح ياخد حاجه ما هياش محظوره، فالمجهود يروح بعد ما اتعمل يعني. طب اقول يا كابتن، يمكن من ضمن الامور اللي شفناها ان أصحاب الهمم كان ليهم دور كمان في مجلس إدارة مع حضرتك، يعني يمكن شفنا مجموعة مارسة الرياضة ومارسة الألعاب البارالمبية معاك في المجلس، شايف ده إضافة برضو؟ طبعا إضافة كبيرة جدا، كل واحد عنده خبرات عظيمة يعني. النائب الرئيس الدكتور أحمد عوين هو من المكفوفين وضعاف البصر، ولعب في دورة لعب في ثلاث دورات بارالمبية، وفي لعبة اسمها لعبة كرة الهدف خلاص، وخد ميداليات في الثلاث دورات يعني ما شاء الله. فهو رئيس الاتحاد المصري لرياضه المكفوفين يعني ما شاء الله. اضافه وعارف عارف مشاكل اللي بتقابل. عندنا عماد رمضان، ده الاجتماع اللي حضرتك كنت قاعد فيه مع الموظفين، مع موظفين اللجنه. تمام، ممتاز، كويس انت تتواصل برضه مع الموظفين. تاني يوم على طول، تاني يوم طبعا، لان دول ادواتك اللي جوه اللجنه البارالمبيه اللي هينفذوا لك الاستراتيجيه الاداريه بتاعت حضرتك. دي حقيقه. وعندنا برضه امين الصندوق الكابتن عماد رمضان، وعماد رمضان هو كان بيلعب لاعب بارالمبي بيلعب كره طايره.
ما شاء الله. عندنا إيهاب حسنين بيلعب كرة طاير، عندنا شعبان الخطيب بيلعب ألعاب قوة، المهندسة أمل مبدة هي رئيسة الاتحاد المصري للرياضات الإعاقات الذهنية. يعني احنا لمين الموضوع من المكفوفين للإعاقات الذهنية يعني للإعاقات الحركية علشان يبقى عندنا خليط، يعني أولا عندهم خبرات متراكمة فهيضيفوا للمجال إضافة كويسة جدا. يعني أنا شايف إن دي كانت رؤية وأكيد ده مقصود من حضرتك في اختيار قيادتك. طبعا إن شاء الله. يعني كان مقصود. وبرضه أنا عايز أقول حاجة بالنسبة للموظفين، إن احنا النهاردة بنعمل هيكلة إدارية كاملة للجنة البارالمبية. وبندخل حاجه اسمها مكانه المعلومات، يعني النهارده لازم تطوير العمل الاداري ده من ضمن وده اتجاه الدوله كلها. والنهارده يبقى الموضوع كله داخل في الديجيتاليزيشن، يعني يعني النهارده يبقى ما نشتغل في حاجه اسمها بيبرليس انفايرمنت. مفيش بيبرليس خلاص، مفيش ورق خلاص. لا مش عايزين ورق، مش عايزين ورق، كله كومبيوترايز. فانا النهارده بنشوف الهيكله الاداريه هتوصل لفين، وبنطمع ان شاء الله ان احنا ناخد الايزو سيرتيفيكيشن. تشتغل على الايزو عشان تاخد شهاده معتمده، شهاده لان هتنفع 500% هتنفع في التسويق. لما تروح للمالتي ناشونال كومبانيز هتقدر تاخد منها السبونسرشيب، لانه عارفين انك انت ويل ستراكشرد، عندك النظام الاداري مظبوط، هيكل تمام، انت ماشي على الانترناشونال ستاندرز، فمعناها تقدر تاخد اللي انت عايزه من ال. طب قول لي عندك كم موظف في اللجنه كده؟ عندي 20. 20 طيب، يعني هل عندك اتجاه ان انت مثلا تبتدي تتوسع في الناحيه الاداريه، هل عند حضرتك، ولا انت شايف العدد ده مناسب؟ انا احنا جينا على طول عملنا، يعني عملنا ابتدينا نعمل هيكل اداري سريع علشان نقدر نخلي كل واحد يخش في الحاجه اللي هو يفهم فيها، بالاضافه ان احنا ابتدينا نشتغل على الاهداف بتاع كل اداره من الادارات، الاهداف العامه اللي احنا بنقول عليها، وبعدين بنقسمها للاهداف الاهداف اللي المفروض تروح لكل إدارة اللي تخدم على الأهداف العامة، ثم بنعمل حاجة اسمها التوصيف الوظيفي لكل موظف، ثم بنشوف المؤهلات الواجب توفرها في هذه الوظيفة، وبنعمل حاجة اسمها مؤشرات لتقييم الأداء. هايل. هو ده اللي احنا شغالين عليه علشان نوصل. طبعا نشتغل بقى على السياسات والنظم واللوائح، يعني ذا بوليسيز بروسيجرز الكلام ده كله، ورك فلوز، علشان الناس تعرف انه بينقلوا الموضوع بشكل اداري مختلف، ويبقى في استدامه في العمل الاداري، ما يبقاش الموضوع بيتغير من بتغير مجالس الادارات، لا المفروض ان هو العمل الاداري يبقى ماشي، لان هم الاساس، الموظفين هم الاساس. صح، ما بقول لحضرتك هم ادواتك، هم ادواتك. وبعدين هم النهارده حضرتك تستثمر في المورد البشري هتلاقي نتيجه، ما فيش استثمار في الموارد البشري مش هتلاقي نتيجه. الجميل فيك يا دكتور ان انت يوم الاحد يعني حضرت بثقه الجمعيه العموميه، وتاني يوم يمكن بدات شغل على طول، ومش عايز اضيع وقت، يمكن دي حاجه جيده، ودي رساله واضحه حتى لمجلس الاداره كامل، لكل الاتحادات ولكل مصر، ان انتوا جايين تشتغلوا وجايين بدم جديد وجايين بفكر جديد وجايين بحماس يعني عالي جدا. يعني كل اعضاء مجلس الاداره بصراحه اللي معانا كلهم، يعني كلهم عندهم نفس الحماس، واحنا عندنا ان شاء الله بكره مجلس اداره كويس. ده مجلس اداره يمكن اقل من 4-5 ايام بتاع مجلس اداره. ليه؟ لان احنا يعني لازم نعتمد كل المحاور اللي احنا قلنا عليها دي في مجلس اداره، نشوف النهارده الملفات حتى هننفذها ازاي، طريقه التنفيذ ازاي، البرنامج الزمني اللي هننفذ فيه الكلام ده. ف يعني لازم يكون عندنا تايم فريم او برنامج زمني، امتى اطار زمني هتوصل هتحقق هدفك ازاي. حقيقه حاجه يعني تفرح يا دكتور، والله انا مستمتع جدا بحوارك. الله يخليك. وسعيد ان انا بسمع او شايف نموذج مصري يعني ما شاء الله بيتبع العلم الحديث، وعايز يوصل بالمنظومه باللجنه لابعد نقاط. دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه الاولمبيه البرلمانيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده في قناه. الله يخليك، ميرسي جدا، شكرا. أعزائي المشاهدين، ده كان نموذج يعني الحقيقة إحنا بنحييه وسعيدين بيه، إن يعني فكر جديد وفكر عايز يوصل بمنتخبات مصر واسم مصر للعالم. نتمنى إنه نشوف إن شاء الله كوادر كثيرة في هذا الاتجاه. كل التحية لحضراتكم، وانتظرونا في حلقة جديدة من الأبطال. شكرا جزيلا.